عايزين نبدأ الأول من توجيه تحية وسلام وتقدير وكلنا تعظيم سلام لشهدائنا الأبرار، الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم عشان إحنا نعيش، الأبرار اللي قدموا أرواحهم فداء لمصر، كل بطل حارب في 73 وما قبل 73، كل أبناء الجيش المصري البواسل، كل الأسود المرابطين على الجبهة بيحاربوا الإرهاب حاليا وبيكملوا مشوار آبائهم وأجدادهم اللي نصرونا في أكتوبر ورفعوا الراية وخلونا مرفوعين الراس، كل الناس اللي ضحت بأرواحها من أجل هذا البلد الأمين حتى نرفع راسنا وكرامتنا في العالمين. تحية للجيش المصري العظيم، تحية لكل قيادات الجيش المصري العظيم، تحية لكل رتب الجيش المصري العظيم، كل ضباط الصف، كل العساكر والمجندين، لهم منا مليون تحية. تحية لكل قادتنا وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي. تحية لكل مصري شريف بيقول لبلده أنا عندي استعداد أموت عشان تعيشي مرفوعة الراس يا بلدي، مرفوعة الراس والهمة والكرامة. كانت حرب فارقة ما بين عهدين، ما بين عصرين، ما بين الحق والباطل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتي من الغزوات يقول جئنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال ان احنا نمسك على اخلاقنا وعلى مبادئنا وعلى ديننا جهاد النفس. يا سلام يا سيدي يا رسول الله، شوف جئنا من الجهاد الاكبر اللي هو من الجهاد الاصغر اللي هو اعتبر الحرب جهاد اصغر الى الجهاد الاكبر. قيل وما هو الجهاد الاكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. وجاهد النفس والشيطان وعصهما ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. الإمام البصيري في بردته الشهيرة، الإمام البصيري العظيم الذي ختم له الرسول بردته لما جه وإحنا بس بنحيي أبطال أكتوبر، الشيء بالشيء يذكر، وصل إلى قوله ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وقعد أيام معدودة مش عارف يكمل بيت الشعر في البردة المحمدية، إلى أن توضأ في أحد الليالي وصلى العشاء ونام وهو بيدعي ربنا أنه يديله تكملة هذا البيت، ومبلغ العلم فيه أنه بشر. فجاءه رسول الله في المنام وقال له يا بصيري وأنه خير خلق الله كلهم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا أن نعطي جنودنا البواسل حقهم، وعلمتنا أن نحترم المرابطين في ساحات القتال، وأن نعتبر أن أمتنا ليس بالقتال فقط تعلو وإنما بالسمو والأخلاق والرفعة. تحية لجنودنا في 6 أكتوبر العظيمة النهاردة. طب علي يا سلام، مش عايزين ننسى، يعني لو قعدنا نسمي هناخد ساعات، ولكن تحية للقائد العظيم الشهيد محمد أنور السادات، قائد الحرب والسلام الذي تحمل ما لا يتحمله بشر، زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم. تحية لجنودنا وللقوات المسلحة وللشعب المصري، ومهنئا بذكرى احتفالات أكتوبر رقم 46، ستظل خالدة خلود الدهر، ويظل مثلها مثل الحروب الصليبية ومثل حرب التتار والمغول، فرقت ما بين الحق والباطل، ومنها نأخذ أنه لابد أن نستمر في الجهاد والحرب على كل من تسول له نفسه أن يدمر أخلاق هذه الأمة وأن يعبث بأخلاقها الكبيرة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد أكبر وهو جهاد النفس. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل سنة يجينا أكتوبر وإحنا في عزة ونصر وازدهار ورخاء، وربنا يشيل عنا الغلا والبلا والفساد ما ظهر منه وما بطن. تحية لكل قواتنا المسلحة الأبطال في يوم النصر العظيم وذكرى رقم 46. ده أول حاجة بس كنت عايز أتكلم فيها معاكم، لأن ما ينفعش أن نبدأ النهاردة معاكم من غير ما أحيي الشعب المصري والشعب العربي والشعب الإسلامي كله بهذه الذكرى العطرة الطاهرة. ربنا دايما سبحانه وتعالى يجعل أيامنا كلها أفراح.